قلنا قاعدة بيانات اهي بسرعة، مخزن لتسجيل بيانات، مخزن لتسجيل بيانات. قول. قلنا قاعدة بيانات يعني مخزن لتسجيل بيانات، مخزن لتسجيل بيانات. بعد كده قلنا ايه مميزاتها؟ امان، سرية، حماية من التلف، سرعة بحث، مشاركة بيانات. ايه البرامج عشان تنشئ قاعدة بيانات؟ في ايه؟ اكسس، بعد كده سيكوال سيرفر، ماي سيكوال، اوراكل، ساب. كل واحد طبقا لحجم البيانات اللي بتتسجل جواه. كيفية تصميم قاعدة بيانات، اول حاجة بنحدد ايه؟ الكيانات. بعد كده تمسك الكيان، اي حاجة بتتوصف بتبقى كيان. اي حاجة بتتوصف، وصفت الموبايل ده كيان. انت شايف الموبايل اهو. طب ولو الشبكة اللي هي الواي فاي ليها مواصفات؟ لا، اسم الشبكة، الباسورد بتاع الشبكة، صاحب الشبكة. انت شايف الشبكة؟ تقدر تلمسها؟ يبقى برضو كيان. يعني الكيان سواء مادي او ايه؟ معنوي. عندنا نوعين من الكيانات، كيان قوي وكيان ايه؟ الكيان القوي كيان معتمد على نفسه. يعني لو قلنا الطالب اللي رقمه 66 لازم اقول اللي ابن كذا؟ لا، خلاص هو هيجي لوحده. اما لو وقفت في المعهد وقلت انا عايز جهاز رقم 6، جهاز رقم 6 هيترد عليك ولا ايه؟ انهي معمل؟ معمل رقم كام؟ عشان كده ده كيان ضعيف. يبقى لما نديت للجهاز نديته مع مين؟ مع المعمل. هي دي الفكره، هي دي الفكره. فكره الكيان القوي معتمد على نفسه، كان الضعيف لازم تنادي معاه حاجه ثانيه عشان ايه؟ يقدر يتجاب. واصله؟ طيب بعد كده عندك الحقول. بعد كده عندك الحقول. الحقول هي مواصفات الكيان. لما اقول ايه؟ انت قلت الشبكه بتتوصف برقم الشبكه واسم الشبكه والباسورد بتاع الشبكه، صح ولا غلط؟ هي دي المواصفات، هي دي حقوله. لما اقول الطالب الرقم واسمه وعنوانه وتليفون، هي دي حقوله. تمام؟ بعد عندنا كام نوع من الحقل بقى؟ اول حاجه حقل ايه؟ ده واخد الشكل ده. الحقل العادي يا محمد، محمد صح؟ احمد. الحقل العادي ياخد ثلاث صفات، اللي هو بيكون قيمه واحده. اسمك ليك كام اسم يا احمد؟ واحد. حلو. الاسم ده بسيط ولا مركب؟ بسيط، ما بيتجزأش. تمام. طيب الاسم ده بيتغير ولا ثابت؟ يبقى طالما خد الثلاث حاجات دول يبقى حقل عادي. تمسك عمرك، ليك كام عمر؟ هو واحد. العمر ده بيتجزأ؟ لا. بس ثابت ولا بيتغير؟ بيتغير. يبقى ده مش حقل عادي، ده حقل هيتقال كمان شويه هقول لك حقل. الايميل بتاعك ممكن ليك كام ايميل؟ أربعة، صح ولا غلط؟ يبقى ليك واحد، يبقى مش حقل عادي. أول ما قلت كده ليه أربعة يبقى مش حقل عادي؟ عشان الحقل العادي لازم ياخد كام قيمة؟ قيمة واحدة بس. واصلة؟ طيب الحقل المركب اللي بيتجزأ، تاريخ الميلاد يوم شهر سنة، العنوان دولة محافظة مدينة، الاسم اسم أول اسم أخير، هو ده اسمه المركب بيتجزأ. أما لو قالك الاسم وسكت يبقى عادي بسيط. معايا ماجد؟ تمام. حقل محسوب يعني مش ثابت. عمرك ثابت ولا بيتغير؟ بيتغير. يبقى ده العمر حقل محسوب، هو ده اللي كنت بتكلم فيه. التقدير بيتغير. الدرجة بتتغير. عنوانك لا مش دايما ثابت. اسمك ثابت. الطول بتاعك لا بيتغير. وزنك بيتغير، صح ولا غلط؟ ايوه. ما هو اللي بقى كده في الحاله دي بقى ده بياخد قيمه متعدد. عندي حاجه بعد كده اسمها متعدد. ايه المتعدد ده؟ كذا حاجه، زي الايميل اربع ايميلات. التليفون لو قال تليفون واحد يبقى احادي، لو قال اكتر من تليفون متعدد. المميز ده يتكرر، اللي هو ما بيتكررش زي الرقم دايما. المفتاح الخارجي جاي من جدول ايه؟ تاني هنعرفها كمان شويه. العلاقات، العلاقات ما بتتشرحش. اعرف ان انت عندك كم نوع من العلاقه؟ العلاقه واحد الى واحد، واحد الى كثير، واحد الى واحد، كثير بايه؟ بكثير. قلنا العلاقه ليه ما بتتشرحش؟ عشان طبقا للواقع اللي انت عايش فيه. اكبر دليل قلنا العلاقه ما بتتشرحش، لو جيت قلنا الزوج والزوجه، الزوج بيتجوز كم زوجه؟ أربعة. صح ولا غلط؟ والزوجه كم واحد؟ دي وانتو مين؟ الدين المسيحي. الزوج بيتجوز واحد.
والزوجة واحد وان تو وان، عشان كده ما ينفعش اشرح علاقة، العلاقة طبقا للواقع. انت هنا الواقع الاسلامي بيقول وان تو ميني، الواقع المسيحي بيقول وان تو وان، هي واحدة وطول عمرك في وشك واحدة خلاص. فهي وان تو وان يعني، ولا مفيش مفر ولا انت ولا هو. عندنا 15 سعيد خلاص. فدي يبقى ايه؟ كل واقع بيعيشه، عشان كده العلاقات ما بتتشرحش، العلاقات طبقا للواقع. انت تعملها وان تو وان، وان تو وان انا اعملها وان تو ميني، انت بتحكي واقع كديم مسيحي انا بحكي واقع كديم اسلامي خلاص. تمسك المدرسه او كده. ايوه ايوه هو انت؟ سجلته؟ لسه يا بيت سجله. سجل ايه وحش؟ انت هتسجل ايه؟ برمجه ولا قواعد؟ سجل برمجه وتجي لي يوم السبت الساعه 12. النهارده دلوقتي. اما المدرس والماده، المدرس بيشرح كم ماده؟ ماده. والماده بيشرح كم مدرس؟ كتير. تعالى في المدارس الحكوميه المدرس بيشرح كم ماده؟ 70. صح ولا غلط؟ بيشرح كتير. يبقى ده بيحكي واقع وده بيحكي واقع. عشان كده دايما قلنا ايه؟ العلاقات ما فيهاش شرح، العلاقات طبقا للواقع اللي انا عايش فيه. مش عارف كانت فين والله، فاكره اللي انا كانت معايا دي؟ ما اعرفش راحت فين. العلاقات طبقا للواقع اللي انت عايش فيه. وصلت؟ وصل شباب؟ خلاص؟ طيب المريض والسرير. المريض بيقعد على كام سرير؟ والسرير بيقعد على كام مريض؟ ده كتير في مصر، هو واحد في الوقت الحالي. في الوقت الحالي ما ينفعش اثنين يقعدوا على سرير. خلاص. المدير كم قسم؟ والقسم ليه كم مدير؟ ده اللي احنا خدناه الاسبوع ليه؟ خلاص حظكم حلو يعني. حضرتك عايز بفهم؟ طب كويس. نبدا بقى في جزء النهارده. قال لك كان بيجي لنا مثال نرسم الاي ايه؟ الاي ار اهو. ده مثالنا الاي ار المره اللي فاتت. عايزين بقى نعمل ايه؟ ازاي ندخل الاي ار على الجهاز؟ قال لك ما ينفعش. لازم تمر بمرحله ثانيه. مرحلة فلترة. ايه المرحلة الفلترة؟ اسمها مرحلة ريليشن المابنج. يبقى الاي ار ما ينفعش تخش على قاعدة ايه؟ يبقى كام حالة بتخش على الورق؟ اثنين، اي ار وريليشن. قال لك الاي ار ليها ايه؟ ليها شوية قواعد. الاي ار اللي ريليشن سوري. الريليشن سوري. ليها شوية قواعد اللي هي بيسموها مابنج. ناس بتسميها كده وناس بتسميها كده. ناس بتسميها كده وناس بتسميها كده. ريليشن طبعا ايه؟ ايه اللي مكتوب ده؟ اهو. يا تسميها ريليشن يا تسميها ايه؟ مابنج. ادي اهو. خلاص؟ تيجي بعد كده. ايه بقى قواعد الريليشن؟ واحد، يتم عمل جدول لكل كيان. عندك ست كيانات، تعمل كام جدول؟ ست جداول. شكل الجدول عامل ازاي؟ شكله عامل كده اهو. شكله عامل بالطريقه دي. يتم عمل جدول لكل كيان. طيب رقم، قال لك بعد كده ويتم وضع كل الحقول داخل مين؟ الجدول. ويبدأ بالمفتاح الايه؟ الرئيسي. بلاش ما تقولش المفتاح الرئيسي. ويبدأ بالحقل الذي لا ايه؟ لا يتكرر. ملحوظة، كل جدول له مفتاح رئيسي. ما ينفعش جدول من غير مفتاح ايه؟ رئيسي. قال لك ازاي اقسم الجدول؟ قال لك بتقسمه عادي جدا، ترص الحقول جواه بالطريقة دي اهو. ترص الحقول جواه بالطريقة دي كده. اهو ده واحد تاني، لو في حقل تالت، لو في حقل ايه؟ رابع، وهكذا. في ملاحظتين لازم تعرفهم. الكيان اللي من نوع ضعيف له جدول
المفتاح الرئيسي بتاعه الخاص به مكون من جزئين، او الجزء الاول المفتاح الرئيسي له مع المفتاح الرئيسي للكيان المعتمد عليه. مش فاهمين؟ تعال افهمها لك ازاي. لو احنا عندنا كده كيان اسمه، وكيان اسمه هنعرف دلوقتي، تمام؟ اهو عندنا كيانين وكيان تاني. الكيان ده اسمه ايه؟ كمبيوتر، ديفايس، كمبيوتر ديفايس. طيب كلام جميل. وعندنا كيان تاني اسمه لاب يعني ايه؟ معمل. حلو كده. قال لك الحقل ده ليه كذا حقل شويه اهو. الحقول قال لك ده سيريال، ري سيريال، ومتحت خط عشان مفتاح ايه؟ رئيس. وده ليه ماركه بس مش تحتها خط. وده ليه نوع، وده ليه تكلفه، سعر الجهاز كام. طيب كلام زي الفل. دي الحقول، فيها مشكله اهو. طيب الحقل اللي بعده، الجدول اللي بعده، قال لك بس خلي بالك الحقل اللي بعده فيه ايه؟ قال لك فيه لاب كوت، لاب فلور، الدور الكام، المحافظ امين المعمل اهو. دي الحقول بتاعته، رقم المعمل، الدور الكام. المعمل ملوش اسم طبعا، يعني هنا برقمه لاب 3، لاب كود يتحط تحتيه ايه؟ خط اهو. بعد كده فلور، الفلور يعني الدور. بعد كده الكيبر نيم او الكيبر على طول اللي هو المحافظ على المعمل. خلاص. قال لك لما تيجي تحب تنادي للمعمل، لو جيت وقفت في المعمل قلت معمل 6 هيطلع لك 20 معمل ولا معمل واحد؟ يبقى هو انت معتمد على نفسه. لما تقول جهاز 6 من كل معمل جهاز، صح ولا غلط؟ يبقى ده كيان ايه؟ ده كيان ايه؟ ضعيف. لمين؟ لما تحب تنادي المعمل الجهاز لازم تنادي معاه مين؟ المعمل. اروح عامل كده، يبقى العلاقه علاقه ضعيفه اهي. العلاقه علاقه ضعيفه كده اهو، تعمل بالطريقه دي. قال لك تقول ان المعمل او الجهاز صاجل معتمد على، عشان معتمد عليه اهو، علاقه ضعيفه عشان معتمد عليه. اللاب الواحد فيه كام جهاز؟ اجهزه كتير. والجهاز يتبع كم معمل؟ معمل واحد. تعالى بقى اشتغل، تعالى اشتغل. نعمل ايه؟ ادي رسمه اهي، تعالى الرسمه دي تاخدها كده اهو وتروح حاططها بس. ده مثال، ارسم له الجداول، ارسم له الجداول. اول حاجه هنا اهو، عندك كام كام كيان؟ اتنين. هنا من ضمن الاسئله قال لك ايه؟ يتم عمل جدول لكل، يبقى تعمل كام جدول؟ جدولين. انت هنا يتم عمل جدول لكل ايه؟ اروح جاي كده عامل جدول، جدول لده وجدول لده اهو. اروح جاي كده عامل جدول للاب اهو، وعامل جدول تاني لمين؟ للكمبيوتر اهو. عملت جدولين. اول حاجة اسمه ايه؟ مين المفتاح الرئيسي بتاع اللاب؟ لاب ايه؟ تروح بادئ بيه. بعد كده اللاب جواه مين؟
فلور، بعد كده جواه كيبر، اللي حوالين اللاب حطيته جوه الجدول اهو، اللي حوالين اللاب حطيته جوه ايه؟ اكتب تحت ده بي ايه؟ بي كيه، عشان اعرفه ان هو مفتاح رئيسي اهو، اكتب تحتيه كلمة ايه؟ بي كيه، واروح حاطط تحتيه خط. لازم اعمل كده، مش مشكلة، خلاص؟ وتفصل ما بين كل حقل وايه؟ والتاني اهو. عملنا اول جدول، تمسك الجدول التاني اسمه ايه؟ تعمل له جدول عملناه له تسميه ايه؟ نفس اسمه، نفس اسمه اللي اتحط جواه. ابدا بالمفتاح الرئيسي، مين المفتاح الرئيسي؟ السيريال اللي هو تحتيه خط، اللي تحتيه خط يا محمد، السيريال، واروح مكمل. ايه بيانات الجهاز؟ اقرا براند، طيب كوست، صح ولا غلط؟ اروح رازعهم تحت هنا براند، طيب كوست، كلام جميل اهو. ايه؟ مش هيفرق معايا في حاجه. بيقول ليه ما عملتش الكمبيوتر ديفايس اول جدول؟ الترتيب ولا فرق معايا، ولا فرق معايا في حاجه خالص. ده مفتاح رئيس، واكتب تحتيه كلمه ايه؟ بيك ايه. تعالى بقى، عايزك تقرا الملاحظه دي. الكيان اللي من نوع ايه؟ اللي هو عليه خطين ده، المفتاح الرئيسي بتاعه كام جزء؟ المفتاح الرئيسي له بتاع الكمبيوتر سيريال او الكمبيوتر ديفايس، مين المفتاح الرئيسي؟ والكيان المعتمد عليه، ومعتمد على مين؟ مين المعتمد عليه؟ اللاب، المفتاح الرئيسي بتاع اللاب. يبقى المفتاح الرئيسي بتاع الديفايس ده حاجتين، السيريال واللاب. ايه هو ده اللي انا عايز اقوله؟ ما اجي لك اهو، السيريال واللاب مين؟ واللاب كود. تيجي بقى عندك كده، اللاب كود ده بقى كده، هل من ضمن بيانات لما جيت هل لاب كود هنا موجوده من ضمن بيانات الجهاز؟ لا. لا، بس هي في الحقيقه جايه نتيجه العلاقه. يبقى ده يتسمى مفتاح خارجي جاي من هنا، يتسمى مفتاح خارجي جاي من هنا، واروح كاتب عليه اف ايه؟ اف كده. يبقى تاني الريليشن، المرحله اللي بعد كده مرحله الريليشن، يتم عمل جدول لكل ايه؟ بكل ايه؟ عندنا كام جدول؟ يبقى نعمل كام عندنا كام كيان؟ كيانين، نعمل كام جدول؟ جدولين. بعد كده الكيان القوي، الكيان القوي اللي هو الكيان اللي معتمد على نفسه، زي مين هنا يا احمد؟ اللاب. نعمل للجدول الكيان ده لاب، نعمل له جدول، عملنا له جدول اهو، احط فيه اللي حواليه، وابدا بالمفتاح الايه؟ الرئيس. بعد كده كمبيوتر ديفايس، قال لك لا الكمبيوتر ديفايس ده كيان ايه؟ ضعيف. قاعده الكيان الضعيف بتقول لك ده كده قاعده ثابته، المفتاح بتاعه عباره عن جزئين، خد مفتاحه نفسه هو مع هو معتمد على مين؟ يبقى الاثنين مفتاح رئيسي، يبقى الاثنين مفتاح رئيسي. المفتاح بتاعه هو مين؟ وهو معتمد على مين؟ على اللاب، المفتاح اللاب اللي هو اللاب كود. اروح واخد الاثنين دول، اروح واخد اللاب كود والسيريال بتاعه، والاثنين مفتاح ايه؟ اما يكون معتمد على حاجه ثانيه بس. لا ما بيقولكش، انت تفهمها. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ ازاي بيقول ازاي اعرف كيان ضعيف؟ محمد، هو انا لو جيت قلت لك وقفت في المعهد وقلت لك يا محمد اطلع دور لي على جهاز رقم 6، هتقول لي يا محمد جدع في انهي معمل؟ يبقى عشان تنادي للجهاز لازم انت معاه مين؟ مع المعمل. طب لو قلت لك اطلع معمل 3، محتاج حاجه تاني مني؟ خلاص هو معمل 3 معروف، اما جهاز رقم 6 موجود في انهي معمل؟ ليه؟ عشان معمل 3 في جهاز رقم 6، ومعمل 1 في جهاز رقم 6، ومعمل 2
يبقى عشان لما تنادي للمعمل لازم تنادي مع مين؟ لما تنادي للجهاز لازم تنادي مع مين؟ المعمل. واصله؟ واصله يا شباب؟ طيب سيب. مثال تاني. لا، جدول واحد وليه مفتاحين. خلاص؟ مثال تاني، ميرنا. لو جيت هنا قلت ايه؟ أنا ساكن في العمارة رقم 9 وسكت. هترد تقول لي ايه؟ لا. لا. جدع عاد يا محمد يا. في أنهي منطقة؟ ما ممكن شارع ترسى في عمارة رقم 9 وشارع الهرم. شارع فيصل. يبقى عشان تنادي لشقتك او عمارتك لازم تنادي معاها مين؟ الشارع. يبقى معنى كده المنطقه، يبقى العماره كان ايه؟ ضعيف معتمد على الشارع. عشان كده ما تحفظ، افهم. اما تنادي لشمال، اما اجي اقول لك انا شاكك في عماره رقم 9 تقول لي شارع 9 ولا شارع هرم ولا شارع فيصل؟ ما في عماره رقم 9 شارع هرم، في عماره رقم 9 شارع فيصل، في عماره رقم 9 شارع فيصل. يبقى لما تنادي في العمارة لازم تنادي معاه، هو ده الشارع، هو ده الكلام ده. بيبقى يتحط حواليه ورا بعينه. طب لما تقول شارع الهرم، في شارعين في الهرم؟ لا، يبقى ده معتمد على نفسه. شارع الهرم بتسقط. مش لازم اقول شارع الهرم ولا في الجيزة. لا، هي معتمد على شارع. خلاص، هو شارع الهرم عشان بنقعد على الواحد. خلاص؟ طيب. طيب يبقى هو ده الكيان الايه؟ الضعيف. وصلت يعني ايه كيان ضعيف يا شباب؟ وصلت؟ طيب دي قاعدة الكيانات. طب 2:45 كده. طب قلت لي تعالى كمان نص ساعة اجيب لك بقى. ما انت ما جيتش كمان نص ساعة. طب ايه اللي انت عايزه بسرعة؟ عايز توريني حاجة؟ عايز تسأل حاجة؟ قول. اخرتك معلش. لا مش مشاكل. خلاص، دي قاعدة الكيانات. قاعدة الكيانات بتقول ايه؟ اهي عشان احنا عندنا اولا تحويل الكيانات. اهو تحويل الكيانات. يتم عمل جدول لكل ايه؟ ويتم وضع كل حقل داخل الجدول. يتم عمل كل حقل داخل الجدول ويبدا بالمفتاح الايه؟ ملحوظه. الكيان الضعيف، الكيان اللي من نوع ضعيف، المفتاح الرئيسي مكون من كام جزء؟ المفتاح الرئيسي بتاعه المفتاح الرئيسي معتمد عليه. لما تقول العماره، تقول عماره 6 شارع 9. خلاص؟ خلاص؟ طيب ده كده تحويل الكيانات. رقم 2، تحويل الحقول. اهو عندنا كام حق؟ حد ما مضاش يا شباب؟ حد ما مضاش؟ مضيتي؟ ثانيا، تحويل الحقول. عندنا حقل عادي، صح ولا غلط؟ الحقل العادي ده يوضع في الجدول، بس يوضع في الجدول. يعني انت هنا لما بصيت على اللاب مش فيه فلور؟ حطيته ولا ما حطيتهاش؟ فلور يعني الدور. المعمل اللي انت قاعد فيه ده موجود في كام دور؟ ينفع تقول موجود في الدور الاول والثالث؟ ان شاء الله مجزأ بالست، مش دوبلكس اهو. خلاص؟ يبقى ايه؟ دور واحد. يبقى ده عادي، يتحط في الجدول عادي جدا، هو زي ما انت شايف ده الحقل العادي. طيب الحقل المركب؟ قال لك لا استنى بقى، الحقل المركب. افكرك بالحقل المركب يعني ايه وشكله ازاي؟ قال لك ده يوضع الاجزاء الفرعية فقط. مش فاهمين. اولا يعني ايه حقل مركب يا عم ايمن؟ اذن بس. يعني ايه حقل مركب؟ قال لك والله عندي المعمل
المعمل او ممكن نقول ايه الجهاز ده اهو، الجهاز ده اهو عايز بس مكان ازود فيه حاجة، اوسع الدنيا لنفسي بس عشان ازود لك حقل، عشان اوريك يعني ايه حقل مركب اهو. ماشي، كلام زي الفل. ايه بقى الحقل المركب ده يا عم؟ لو انا عندي ايمن هنا اهو حقل هنا اسمه تاريخ الانشاء، الجهاز ده اتنشأ امتى؟ اهو اسمه بروديوس ديت او التصنيع، سميه بي ديت وخلاص عشان ما اقعدش اكتب ايه كلمه كبيره. تمام، قال لك التاريخ ده حقل مركب. ليه حقل مركب؟ في المثال قال لك ايه؟ اصل بيتجزأ لثلاث اجزاء، يوم وشهر وسنه، ده اسمه حقل مركب يا محمد. حقل مركب الحقل اللي بيتجزأ، زي مثلا يقول لك ايه اسمك، اسم اول واسم تاني واسم اخير، صح ولا غلط؟ التاريخ، تاريخ ايه؟ يوم وشهر ومين؟ وسنة. ما انا بقول اهو، ما حسب، انا لسه بقول لمحمد ايه؟ ده لو قال لك، لو ما قالكش، قال لك تاريخ التصنيع والسكت، حقل عادي، رسمة وخلاص شكل بيضاوي. اما لو قال لك لا، حقل عادي التاريخ بين قوسين يوم شهر سنة، ده حقل ايه؟ يتعامل ازاي عليه وانت بتحوله؟ قال لك تحط الاجزاء الفرعية بس، لما تيجي جوه جدول ده اهو، لما تيجي جوه الجدول ده كده اهو، وانت عندك عايز الجدول ده تكمله، اكمله ازاي؟ قال لك ناقص الحقل ده، ده حقل مركب ولا عادي؟ ايه اللي يتحط؟ ما تحطش البي ديت، لا حط الفرعي، يعني حط الكام حاجه بس. واحد يقول لي لا مش هتحط تاريخ التصنيع، طب ليه؟ قال لك ما انت لو جمعتهم هم الثلاثه مع بعض هيديك تاريخ التصنيع، صح ولا غلط؟ ده مش مستاهل. يبقى الحقل المركب يوضع الاجزاء الايه؟ فقط. دي قاعده الحقل المركب. قاعده الحقل المركب يوضع الاجزاء الفرعيه. اهو الحقل ده اهو. حطينا الاجزاء الفرعيه بس. اهو. حطينا الاجزاء الفرعيه بس، طبعا ما تشاورش كده. ده انا بس بشاورك عشان تفهم. ما حطيناش بيه دي. امتى اتعمل الحركه دي؟ لما يكون مركب، دي اجزاء. ما تحطش الرئيس، حط الفرع. ليه؟ عشان لو جمعت الثلاثة الفرع هيجيبوك الرئيس. وصل يا شباب؟ طيب. وقف كده. كلام حلو، ده الحقل المركب. عندنا حقولنا تاني يا عم أيمن؟ عندنا إيه؟ الحقل المحسوب. الحقل المحسوب مش المحسود. في ناس تقول لك المحسود، مفيش حاجة بتتحسد هنا عندنا. المحسوب بالب يعني ايه؟ خلاص؟ اللي هو مثلا لو جينا قلنا عدد الطلبة جوه المعمل ثابت ولا بيتغير؟ بيتغير. لو جينا قلنا كده اهو، عشان بس عايز اوريك حقل المحسوب، بص هو منقط كده اهو، اقعد انقطه بقى، منقط يا شباب كده شايفينه؟ ده اسمه المحسوب. عدد الطلبة داخل المعمل بيتغير من القسم الآخر، يبقى ده حقل ثابت ولا بيتغير؟ بيتغير، هو ده المحسوب يا محمد. عمرك يا محمد ثابت ولا بيتغير؟ يبقى حقل محسوب. اسمك يبقى حقل عادي، اللي هو الدايرة العادية. أما مش دايرة يا محمد، ده شكل بيضاوي. محمد ومحمد صح؟ شكل بيضاوي. أما ده حقل محسوب. نمبر اوف ستيودنت، عدد الايه؟ عدد الايه؟ الطلبة. كلام جميل. هنا اللاب ناقص عدد الطلبة، عدد الطلبة ده حقل ايه؟ قال لك أنا قلت لك قاعدة حقل محسوب تعمل ايه؟ أقول لك يا باشا. طبعا. لا يوضع في الجدول نهائيا. ولا أكنك شايف. حقل المحسوب ولا تبص له. هو بيظهر في الاي ار بس ما يظهرش في المابنج تحت. ما يظهرش تحت هنا. هنا هو ما يظهرش. لو بصيت على نمبر اوف ستيودنت مش هتلاقيها موجوده في اللاب. هنا كم حقل في الاي ار؟ أربعة.
هنا كام واحد؟ ليه؟ عشان احنا خدنا قاعدة من شوية بتقول ان الحفل المحسوب لا يوضع في الجدول عشان حاجة اللي بيتحط في الجدول حاجة ثابتة. ان الحفل المحسوب لا يوضع فيه؟ في الجدول. الكلام دي ار دي يا جماعة الورق ده هيفضل معاك لحد ما تتخرج كمان. اهو في سنة رابعة خدوا اي ار وريليشن لازم بس ما تتشرح لهمش. في تالتة في اي ار وريليشن بس ما تتشرحش. خلاص انت معاك أولى وتانية. انسى. انسى. الكلام ده معاك لتانية وتالتة ورابعة. والله العظيم ثلاثة. ما بتشرحش بتشرح بس كام سنة ثانية بس. خلاص؟ يبقى الحقل المحسوب لا يوضع في ايه؟ في الجدول. طيب الحقل المتعدد. الحقل المتعدد اللي هو بياخد أكتر من قيمة. محمد معاك كام تليفون؟ وممكن يكون معاك كام؟ ده حقل متعدد. ليك كام اسم؟ واحد. انت عليك اثنين؟ لا. ده حقل ثابت. ممكن يكون عندك كام ايميل؟ لا بس رسمي واحد. ليك كام ايميل؟ ممكن لو عندك كام اكونت على الفيسبوك؟ ثلاثة أربعة. ده اسم متعدد لما بيشيل أكتر من قيمة. شكله عامل ازاي يا محمد؟ شكله اتنين بيضاوي جوا بعض. اتنين بيضاوي جوا بعض اللي هو زي ده. اهو يا محمد اللي هو ده. اتنين بيضاوي جوا بعض زي التليفون بس امتى؟ لما ياخد صفة الجمع. لما ياخد صفة الجمع الحقل المتعدد لما ياخد صفة الجمع. انت عارف انا جبت لك في مساوي قلت لك التليفون وسكت. ده واحد. لو قلت لك التليفونات لا اسمها اهو تعرفها بصيغة جمعها. وصل يا شباب؟ طب يتعمل فيه ايه في التحويل؟ محمد حسن وماجد عمر فين؟ الاتصالات معاكم؟ اسمع نعيم. طب ماشي بسرعه معلش. معلش يا محمد. خلاص الحقل المتعدد بقى نعمل فيه ايه بقى؟ اللي هو الشكل بيضاوي. بص بقى ركز. الحقل المتعدد بيعمل فيه ايه؟ يتم عمل جدول جديد خاص له. يا نهار ابيض ده حقل جوه جدول. يتعملوا جدول لوحده؟ اه هي دي قاعده اسمها قاعده تحويل. يعني انت لو عندك جدول اسمه الطلبه اهو. تعالى ناخد مثال تاني جديد برضه. ده خلاص كده بالسلام. هاتوا قط كده اهو وتعالى هنا اهو ارزعوا بيست هنا اهو. تعالى هنا بقى لو انا عندي جدول اسمه الطلبه جدول اسمه الستيودنت. ستيودنت يا عم. الستيودنت ده فيه ايه؟ هقول لك فيه دلوقتي. الستيودنت فيه ايه؟ هقول لك. عندنا فيه كذا حق. انتوا ليكم اكواد في المعهد يبقى ليه كود. ليكم اسماء يبقى ليه اسم. ليكم عناوين. ليكم ايميلات. حاضر ثواني. اه مش ليكم ايميلات. ليكم تليفون. ليكم عمر. ليكم تاريخ ميلاد. تعال اكتب. ليكم ستودنت كود اهو. ده مفتاح رئيس. ليكم ستودنت. لا لا يا باشا معلش احنا ما تزعلش. ستودنت نيم. الاسم راح قال لك ايه؟ خلي بالك ده الاسم عندنا بناخد بنجزئه لجزئين. ما بنخليكش تكتب الاسم كامل. بتجزئه ازاي؟ لفيرست ولاست. في ناس تقول لك لا بس في ناس تقول لك اه. طيب اهو بعد كده ليكم حاجات تانية ايه؟ اقول لك دلوقتي. بعد كده ليك العمر.
ليك ايميلات، ليك تاريخ الميلاد، ليك هنقول دلوقتي شويه هنشوف، ليك ايدج، العمر، ثواني بس، بي ديت، ليك ادرس، ليك فون. ايه ده؟ هحط فيه كلمة ايميل. ممكن يكون ليك كام ايميل؟ كتير صح غلط. والتليفون ممكن يكون ليك كام تليفون؟ كتير صح ولا غلط. العمر ده حق ليه؟ بيتحسب على اساس تاريخ، تاريخ الميلاد عندك يا جماعه في الشكل، تاريخ الميلاد عندك. بص ياد على الجهاز ما تقولش لا وخلاص اهو. يبقى العمر ده حقل محسوب، يتعمل كده اهو منقط. هقول لك دلوقتي والله اصبر، والله جاي في الكلام اهو منقط كده. طب لو العمر ده تاريخ الميلاد مش عندك، يبقى كان العمر لو ده مش موجود ده كده خالص، كان العمر ده مش هيبقى متنقط، هيبقى حقل عادي. عشان انت هتحسب العمر على اساس ايه؟ هو انت عندك تاريخ ميلاد؟ هيقول لك لا، يبقى لازم ده. طيب تعالى بقى نعمل جدول. ده مش ده كيان قدامك؟ اي كيان تعمل له ايه؟ اعمل له جدول يابا اهو. طيب بعد كده عملنا له جدول. الكيان اسمه ايه؟ ستودنت. ستودنت. واحد يقول ده انت عملت اتنين. لا انا بقول عشان اللي فوق لو واسع، لو ضيق اعمل ايه؟ اكمل فين؟ التاني. لحد الشيفت يقول انت عملت اتنين اهو، فتحه واحده وقفله واحده اهي. طيب تعالى ستودنت، تسميه ستودنت. واحده واحده بقى. اول حاجه المفتاح الرئيسي اروح حاطط فيه ستودنت كود. ده لازم يا ابو حميد يتحط تحتيه خط، ولازم يتكتب تحتيه كلمه برايمري كي، يتكتب تحتيه كلمه برايمري كي. بعد كده ستودنت مين؟ نيم. اللي ستودنت نيم ده حقل مركب ولا بسيط؟ ده بيتجزا من كام جزء؟ ايه هما؟ حط فيرست ولاست. ده واحد وده واحد تاني خالص. تحط النيم؟ لا. وتفصل ما بين كل واحد بايه؟ بشرط. تحط لي النيم؟ خلاص، ما الفيرست ولاست هيدوك الايه؟ دي قاعدة المركب. البي ديت، حط بي ديت. البي ديت متقسم يوم شهر سنة؟ لا، يتحط عادي جدا. العنوان متقسم محافظة منطقة شارع؟ يتحط عادي جدا. تعالى. الايدج حقل ايه؟ محسوب. ما يتحطش في الجدول نهائي. قاعدته بتقول لا يوضع في الجدول. طب تعالى. الفون ده حقل ايه؟ اقرا، بيقول لك اقرا كده. يتم عمل جدول جديد له. يبقى واحده واحده بقى. استنى استنى، جدول الستودنت كده خلص. هنعمل عندنا الفون ده حقل متعدد، يتعمل له جدول ايه؟ عملنا له جدول لوحده. يا ترى تفتكر يتحط في تسميه ايه؟ هو اسمه ايه؟ بتاع مين؟ يبقى سميه ستودنت فون. ايه اللي يتحط جواه؟ طب يا عم ايمن انت كنت بتقول الاستودنت يتحط اللي حواليه، الفون ده حواليه حاجه؟ لا. طب بص بقى القاعده بتقول ايه؟ المفتاح الرئيسي. اصبر بس. المفتاح الرئيسي لهذا الجدول مكون من جزئين. ايه هما؟ قال لك اسم الحقل نفسه، هو اسمه ايه؟ تمام. مع المفتاح الرئيسي للكيان التابع له الحقل المتعدد. بالبلدي كده اسم الحقل يا شباب اهو. الفون ده تابع مين؟ تابع لمين؟ المفتاح الرئيسي بتاع الستودنت اهو. ويبقى كده الاتنين مع بعض مفتاح ايه؟ رئيسي. بس ده جاي منين؟ من الستودنت.
يبقى يتسمى اف كي طالما جاي يا محمد من حته تانية. هل هو من ضمن بيانات الطلبه من ضمن بيانات التليفون ستودنت؟ لا ده جاي من حته تانية والاثنين مع بعض بي ايه بي كي. هيتكرر تاني الموضوع. اقرا بيقول لك ايه؟ يتم عمل جدول خاص له. المفتاح الرئيسي بتاعه مكون من كام جزء؟ جزئين. مين ومين؟ اسم الحقل نفسه مع ايه؟ مع الكيان التابع له الحقل. الكيان شوف تابع مين ومفتاح الرئيسي بتاعه مين. تعالى نعمل بظبط لكم الدنيا اهو وان شاء الله هحاول اتبعكم مره جايه. خلاص تيجي هنا. ده مين؟ حقل ايه؟ يتعمل له جدول اهو. طيب نسميه ايه؟ هو الايميل تبع مين؟ سميه ستودنت. واحد يقول اسميه ايميل يا اخي براحتك ولا يفرق معايا. بس انا بقول حاجه تدل على حاجه. المفتاح الرئيسي بتاعه عباره عن حقلين. اول حاجه اسم الحقل نفسه اسمه تمام مع الايميل تابع لمين؟ المفتاح الرئيسي بتاع الستودنت تمام. والله ده محمد انت مخك نضيف بس تحضر. حرام عليك والله موضوع عدم حضورك ده. انت ده محمد حرام عليك والله. الاتنين مع بعض مفتاح ايه؟ رئيسي. بس مين اللي جاي من حته تانيه؟ جاي منين؟ من الستودنت. اروح قايل كده اهو. ده كده جاي منين؟ جاي منين؟ اهو جاي من الستودنت. بس ده كده الاتنين مع بعض بي كي واللي جاي من حته تانيه فورين كي اهو. واصله؟ واصله حقل متعدد؟ واصله يا شباب؟ اهو هات المثال ده كوبي كده عشان اظهره لك في الايه؟ كده لو غير متعدد متعدد ومركب في نفس الوقت عمرها ما تيجي. زي ايه؟ عملنا له جدول جديد. قال لك مثلا الفون الشغل. انت بتقول متعدد وايه؟ ايوه تعمل له جدول جديد ويتحط فيه الحقلين ومع المفتاح الرئيسي بتاعه. عايزين نشوفه بس معقده دي. بيقول ايه زميلكم؟ زميلكم بيقول ايه؟ لو انا عندي تليفون التليفون ده او الايميل ده الايميل ده بص هو متعدد بس كده. بص بس على البروجيكتور. ايوه بص على الشاشه كده شايف؟ جدع. بص بقى فون اهو قال لك ايميل الورك زي ما بيقول حسين والايميل البيرسونال الشخصي. في ايميل بيرسونال كمان. والله لسه ديك على يدك. معلش خلاص اهو. انت في الحاله تعمل ايه؟ اسم الحقل كده مين؟ لا ايميل ورك وايميل بيرسون. ما احنا بناخد الاجزاء الفرعيه مش احنا قلنا زي الاستوديو خدت فيرست ولاست. هنا تاخد ايه وتحطه هنا بدل دي كده ايميل ورك وايميل مين؟ بيرسونال. بعد كده الايميل تبع مين؟ المفتاح الرئيسي بتاعه هو ده. يعني من الاخر برضه بتاخد الاجزاء الايه؟ واصله؟ واصله شباب؟ طيب ده كده تحويل الحقول. ثالثا تحويل العلاقات. رقم واحد العلاقة من نوع واحد إلى كثير تحول ازاي؟ المفتاح الرئيسي ذات الطرف الواحد يتم نسخه ووضعه عند المفتاح عند الجدول ذات الأطراف المتعددة. بالبلدي الواحد يروح للكتير. بالبلدي كده الواحد
يروح لمين؟ للكثير، اللي هي بالشرح المفتاح الرئيسي ذات الطرف الواحد يتم نسخه ووضعه عند الجدول ذات الاطراف الايه؟ المتعدده. تعالى رقم 2، العلاقه من نوع 1 إلى 1 يتم نسخ المفتاح الرئيسي لأي جدول ووضعه في الجدول الايه؟ الاخر. بالبلدي اي حاجة تروح لأي حاجة. يعني انت عندك كيانين مانجر وديبارتمنت، وان تو وان، عايز تاخد رقم المدير تحطه عند القسم صح، وعايز تاخد القسم عند المدير صح، مش معايا. اما الوان تو مين؟ لا لازم لازم، مش مزاج، لازم مش بمزاج، لازم ناخد دي قاعده. بس الوان تو وان ليها حاجه اسمها اولويه. يعني انت بتقول للمدير روح قسم، انا اسالك سؤال، كل قسم في المستشفى لازم يكون ليه مدير؟ كل دكتور في المستشفى لازم يكون ماسك قسم يديره؟ لا، ممكن يكون دكتور عادي، يبقى رقم الدكتور له عنده بالظبط. ما في كذا دكتور، بس كل دكتور لازم يكون ماسك قسم عنده؟ لا طبعا، انا مسكت الدكتور والقسم عندنا في المعهد. كل دكتور لازم يكون ماسك قسم؟ كل دكتور لازم يكون ماسك قسم؟ كل قسم لازم يكون ليه دكتور يديره؟ يبقى القسم هو الدكتور هو اللي ماسك القسم. الحاجة الأساسية. تعال ننسى السؤال تاني، السرير والمريض 1 to 1، كل مريض في كل سرير في المستشفى لازم يكون عليه مريض؟ لا. طب كل مريض في المستشفى لازم يكون ليه سرير؟ يبقى السرير هو اللي في المريض. طب أنت كشغل أكاديمي وديت المريض حطه عند السرير صح، وديت السرير حطه عند المريض صح، بس لما تيجي تعمل شغل منطق وواقعي اسأل نفسك مين اللي ليه أولوية؟ هو ده الأفضل. واصلة؟ طيب رقم 3، هناخد مثال دلوقتي، العلاقة من نوع كثير بكثير. نعمل ايه؟ العلاقة من نوع كثير بكثير، يتم عمل جدول جديد لها. يتعمل لها جدول جديد خالص، يعني عندك جدولين وبينهم ميني تو ميني، يبقى كام جدول؟ ثلاثة. كل واحد ليه جدول والعلاقة لها جدول. المفتاح الرئيسي للجدول الجديد مكون من جزئين، المفتاح الرئيسي للجدول الأول والمفتاح الرئيسي للجدول الايه؟ الثاني. العلاقة بين جدولين يتعمل لها ايه؟ جدول جديد. المفتاح الرئيسي بتاعها عبارة عن ايه؟ حقلين. المفتاح الرئيسي عبارة عن ايه؟ حقلين. المفتاح الرئيسي بتاع الكيان الاول والمفتاح الرئيسي بتاع الكيان الايه؟ التاني. تعال ناخد مثال، ده كده قواعد التحويل كلها. سيف الفيديو ده وناخد